لو الحكاية فيها إن فيتو عشان يشرح تقريرها الفني. اللجنة حضر منها اثنين وعضو ثالث ما قدرش يحضر لانه مصاب يعني. ناقشنا اللجنة في تقريرهم الفني والعناصر اللي احنا عندنا اسئلة حوالين منها. جاوبوا على ده وبعدين المحكمة اجلت 6/6 للمرافعة ان شاء الله. طيب تعالي حضرتك ايه على حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء حكم ما اقدرش اقول تعديل الا ما اقرا حيثيات الحكم بس اللي انا اتاكده ان المحكمه الدستوريه ما قالتش ان طيران السلافيين مش مصريه ولا قالت ان طيران السلافيين السعوديه هي اتكلمت حوالين نظريه اعمال السياده وفقط وده في كلام وما زال في قضايا متداوله حتى اليوم وبعد ما ناخد صوره رسميه من الحكم على فكره هو ما صدرش حكم واحد صدر 3 احكام حكمين لصالحنا وحكم واحد ضدنا